طبعا الترحيب ما يمتد منه، احنا مرحب اكتب اللقاء الثقافي الموريتاني بالدوحه، مرحب بسعاده السفير والضيوف الكرام، وكاملين مرحبين بكم ومنتهزين الفرصه في هذا اللقاء اللي يخلدوا فيه ذكرى 55 من عيد الاستقلال. راجل ان شاء الله انها تعود بادره خير، وتم كل سنه الجاليه الموريتانيه في الدوحه تخلد عيد الاستقلال. تخليد يعود كيف هذا والله قاعد زين منه، المهم تخليد عيد الاستقلال ينم عن الوطنيه ويعبر عن انتماء الانسان الوطن، سواء قاعد منين كان، سواء عاد في دوله اجنبيه، سواء عاد في دوله عربيه، المهم بل منين عاد يخلد الاستقلال اللي عبر عن وطنيته وعن انتمائه وحبه للوطن. في هذا الاطار نختار نستطرد شي قط قال ما فيش شي جديد وبعد يا لله تيفلوات نتوف في الاطار. معنى الاستقلال تشوف معنى الاستقلال استكمال السياده في الحق قبال للشعب، ولا فيها جدال غير الصمذاك الموصوف به توف بدا الاستقلال، ما هو موصوف بذاك وتوف، معنى الله الاستقلال اخبار البناء، ولا من الخوف والوحده زاد والاستقرار ما الا الاستقلال وتوف. وهذه طلع اهلي عنكم فاهم واضحه الروايه نعلوها. معنى الاستقلال استكمال السياده بالحق قبال للشعب، ولا فيها جدال غير الصمذاك الموصوف به توف بدا الاستقلال، ما هو موصوف بذاك وتوف، معنى الله الاستقلال اخبار البناء، ولا من الخوف والوحده زاد والاستقرار ما الا الاستقلال وتوف. حق. ثم نص آخر قصير جدا، مبروك عليك العيد يا باش كل وطن يبلل المجد أكيد وطني موريتانيا. على كل حال لا يرقى إلى من النصوص أيضا التي اخترت في هذا في هذه المناسبة اللي سعيدة، نص لمحمد رمينو الأحمدية يعبر فيها عن وطنيته وعن حبه للوطن. يقول اللي فيه خلقت ونغيت وتحبيت وفيه توطيت، وعلى عرض طول تمشيت فيه ما عترت قماني، واللي فيه على حسن ربيت الخلق، ولا قط انساني من صغري حاضني وقريت فيه، ولا قضل من شاني وسقاني من عزة ورويت كواني حامد كواني، واللي فرحاني لا غنيت عليه الا مريته بيت الدين والاخلاق وبيت الخيم وبيت المعاني، موريتاني نبغيه وفيه جبار تماني، واحساني وبروحي نهديه وخطيه ما نسميه بطرف لساني، وموريتاني ما قطع ماش عن شي زين ولا قط طراش، موريتاني ما قطع ماش عن شي زين ولا قط طراش، وعلى زين اسمع انا ينتاش من خد الدنيا لقصاني، في العلم بروق وتنقراش، راهي تنقراش هيك شو من الناس الجيل الجديد قد ما هو فاهمه حتى، في العلم بروق وتنقراش، وراسه في الشعر الفوقاني، ومعقص في الحال فقراش، وفي المروه كانك عاني، ولا جاه الخاطر نماش ينسى فيه انه براني، ما خلاها بلتي فلاش اللي ماشي واللي هاني، وعاشت وذنه في المجد وعاش، موريتاني ماله ثاني ولا نحتاج ذاك تنباش، كافيني قوي برساني موريتاني نبغيه وفيه جبر تماني، واحساني وبروحي نفديه وخطيه ما نسميه بطرف لساني. هاي الحقيقة هي مختارات اخترتنا نقولها في هذه المناسبة، فهم عندي نصوص أخرى قد نأخرها، إياك نوع في المداخلات ونحيل الكلام إلى صاحب الرابط. والسلام عليكم ورحمة الله.